غلب على ظن المتهم. الشباب والمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف الديني، محاور رئيسية من بين موضوعات أخرى لا تقل أهمية دار حولها مؤتمر الفتوى العالمي الذي عقد في القاهرة تحت رعاية مفتي الجمهورية المصرية الدكتور شوقي علام. ولم يقتصر الحضور على مفتين من مختلف أنحاء العالم، بل تمت دعوة خبراء ومختصين في الطب وعلم الاجتماع والسياسة وغيرها بهدف تصحيح مسار الفتوى وجعلها متوافقة مع الصالح العام، كما يؤكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية المصرية. وأكد الدكتور نجم أن المرأة تعد أحد المحاور التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية، بل واتهم تلك الجماعات باستخدام المرأة كسلاح جنسي. هذه الجماعات تستند إلى فتاوى باطلة، ومن هنا اجتمعت كلمة المفتين من 73 دولة لفتح زيف ادعاءات المتطرفين والإرهابيين. وأشار الدكتور نجم أن المجتمعين ناقشوا عدة مبادرات من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة لقضايا مثل الشباب والمرأة والأسرة، من بينها مبادرة تحت شعار منصة هداية الألكترونية بهدف تيسير حصول الشباب على المعلومات الدينية الصحيحة من خلال الإنترنت. منصة إلكترونية مفتوحة خاصة لطائفة الشباب، فيها ما يقرب من 1400 ساعة صوتية ومرئية الآن، وسنعمل على زيادتها في الفترة القادمة.